ميتك. حديثك بمحله. من صوت كل لبنان أطيب التحيات مجددا. نتابع حلقتنا من حديثك بمحله ونتابع الإضاءة على مواضيع مختلفة بهالحلقة. نوصل لنحكي شوي عن موضوع التعليم عن بعد يلي طبعا شاغل الأوساط التربوية والأوساط الطالبية أيضا وكمان الأهل، ويمكن كل ما عم يمرق الوقت والمدارس والجامعات مقفلة عم بتزيد التساؤل وعلامات الاستفهام حول مصير العام الدراسي سواء بالمدرسة أو بالجامعة، خصوصا كمان وأنه في بعض الطلاب الجامعيين عندهم التزامات مع جامعات وتقديم كونكور، كلنا بنعرف هالشي سواء بلبنان أو خارج لبنان. طبعا يعني تجربة التعليم عن بعد تجربة يمكن يستحق البناء عليها والاستعداد إلى أكثر بعد ما تمرق هالمرحلة لتكون فعلا تجربة ناجحة وتجربة تؤدي للنتيجة يلي من أجلها يعني كانت هالخطوة. مثل ما قلنا فإذا في آراء كتيرة، ومن بينها من بين هالآراء كمان آراء الطلاب. معي هلأ مباشرة على الهواء ستيف عبود. ستيف عبود عم بيمثل هيئة التنسيق الطالبية وهو رئيس أوعى الطلاب. ستيف صباح الخير. صباح النور أستاذ شادي. أهلا وسهلا فيك، من حيك من صوت كل لبنان. وبالبداية أنا والمستمعين أكيد بحبوا يعرفوا مين يعني هيئة التنسيق الطالبية، بحب أنك تعرفنا أكثر عنكم كمجموعة طلاب ونرجع نحكي أكيد عن كمان مجموعة أوعى الطلاب. أكيد. هلا أول شيء بدي أتشكر برنامج حديثك بمحله إنه خلينا نوصل صرختنا. أهلا وسهلا فيك. هيئة التنسيق الطلابية هي مجموعة من التجمعات الطلابية بتضم كذا مجموعة، من ضمنهم أوعى الطلاب، اللجنة الطلابية بلبنان، رابطة طلاب لبنان، حراك طلاب صيدا، المقاومة الطلابية في الشمال، صرخة طالب، لجنة الطلاب 2020، وحدة الطلاب. هدفها الأساسي هيدي الهيئة هي التنسيق بين المجموعات، ونشتغل سوا ونتوحد ونصوب البوصلة على الجهة الصحيحة بالنسبة للملف الطلابي. وهيدا الشيء له علاقة فقط بهاي المرحلة، يعني مرحلة موضوع التعليم عن بعد، ولا هي كانت موجودة وفعلتوها؟ يعني شو هي انعملت هلا بالنسبة لموضوع التعليم عن بعد؟ وبإذن الله حتكفي للسنين الباقية وحتصلت الضوء على كثير مواضيع، على همومكم ومطالبكم ومشاكلكم كطلاب. عم نحكي عن طلاب جامعيين. طلاب جامعيين، طلاب معاهد ومدارس. يعني طلاب من كل الفئات. وهل شغلة تربوي فقط ولا في عندها شق أو هم سياسي؟ يعني انتوا عم تشتغلوا لأفكار فقط طالبية ولا إلى علاقة كمان بموضوع، يمكن أي موضوع تاني له علاقة بالبلد، له علاقة بأي شيء تاني كلبنانيين انتوا معنيين فيه؟ أوكي، أنا رح بلش معرض الموضوع بجملة. هي أنه أنا مواطن قبل ما أكون طالب. فهلا بالنسبة لهيئة التنسيق الطلابية معنية بس بشؤون الطلاب. أما المجموعات الباقية كل مجموعة تشتغل حسب الفيجن اللي هي حاطيتها. بالنسبة لمجموعة أوعى الطلاب مثل ما قلت هي جزء من هيئة التنسيق الطالبية. وكمان عندها حيثيتها التربوية ولا كمان نفس الشيء كمان إلها علاقة أي موضوع له علاقة بلبنان وباللبنانية؟ هلا نحن عندنا كثير مواضيع طلابية وكثير قصص، بس منبلش المنفذ الوحيد لكل هالقصص كلياتها هو المطالبة بقضاء مستقل قادر يحاسب أي تقصير أو تعدي بيصير. ستيف، بموضوع التعليم عن بعد أنا فهمت منك أنه أنتوا كمجموعات طالبية مش مرتاحين كتير لهذه الخطوة وعندكم اعتراضات. أول شيء فيك تشرح لي شوي شو عم بيصير فعليا؟ يعني لما بنحكي تعليم عن بعد في خطوات قامت فيها وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث، في جزء منه تلفزيوني وجزء منه أونلاين وجزء منه يعني عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عم بيتواصلوا معكم، وفي مدارس كمان وجامعات خاصة هن كمان
عم بيشتغلوا على هيدا الموضوع. لما بنحكي تعليم عن بعد، انتو اعتراضكم او عدم يعني ما نكون مرتاحين لهالموضوع، عم نحكي للفكرة بشكل عام ولا في نقاط معينة زعجتكم؟ شرح لي اكتر لو سمحت. هلا اكيد نحن ابدا مش ضد العلم، نعم، بس ضد الطريقه والظلم اللي عم يتعرض للطلاب بهالفتره. نعم. وفي اسباب كثيره بتخلي كل طالب او حتى بتخلي بشكل عام ترفض هالفكره. نعم. اول شيء بس فيك قبل ما تبلش بالسلبيات فيك تعطيني شويه ايجابيات، يعني الايجابيات يعني في شيء مرتاح مريح بالموضوع؟ هلا هي لك ما حقول انه مريحه، بس انه خطوه بتعقد من وزاره التربيه ووزاره الاعلام مبادره كتير حلوه. نعم. انه عم يلاقوا حلول وما بدهم تمرق السنه الدراسيه 100%. نعم. 100%. بس هن بالمقابل الطلاب حيخسروها لهالسنه الدراسيه باي معنى كتار. كيف؟ اوكي. انا ممكن يكون قادر اني ادرس اونلاين. نعم. بس في غيري ما انه قادر. لانه هيدي الطرق نعم. ما بتندرج تحت مفهوم العدالة الاجتماعية. وتحديدا بهالفترة كلنا بنعرف الوضع الاقتصادي بالبلد منعدم كتير يعني، وبيظل الوباء اللي صاير أهلنا عم يركضوا ويتعبوا لحتى يعملوا أكل. نعم. فما بالك بأنه شخص ما عنده انترنت أو ما معه تليفون، حتى إذا انكسر تليفونه منه قادر يصلحه مش حتى يجيب غيره. نعم. فهيدي أسباب، واحدة من الأسباب يعني، وفي كتير أسباب من ضمنها يعني عدم توفر التقنيات اللوجستية إذا بدك عند كل الشرائح الطلاب. مضبوط 100%. ومعاناة الأهل الدائمة لتأمين الراحة لأولادهم. نعم. مع أنه كمان ستيف لنكون يعني عم نحكي اللي معنا واللي علينا، أنه في مواقع مثل ما فهمنا أنه ما عليها تكاليف الداتا يعني الموضوع. بس ما بدنا نحكي بس كموضوع. أول شيء الإنترنت بلبنان كنا نعرفه هي مشكلة من أول ما وصل الإنترنت على لبنان، يلي هو كتير ضعيف وكتير غالي. نعم. نفس الوقت. نعم. بدنا نحط هيدا بعين الاعتبار. بدنا نحط بعين الاعتبار العائله اللي ما عندها غير تليفون واحد او تليفونين، هي اربع خمس اولاد كيف بدهم يدرسوا. نعم. فبدنا نحط كل الكيسز، واكيد بدنا نحكي اللي علينا اللي معنا واللي علينا. نعم. اللي معنا واللي علينا. صحيح. بدنا نحكي كمان انه قديش الطالب قادر يستوعب فيها لهيدي التعليم، طريقه التعليم، وخصوصي بهالوضع تحديدا وبهالوقت. وبانه تخيل مثلا طالب عم يدرس اونلاين وكل شوي عم توصله نوتيفيكيشن عن اصابه او نوتيفيكيشن عن حاله وفاه، وهو خايف وناطر الدور يجي لعنده يمكن. يعني عم تحكي عن موضوع نفسي اذا بدك كمان اضافه. نفسي ما انه طبيعي على الطلاب وحتى على الاهل كمان. والاساتذه عم يعانوا بشكل ما انه طبيعي بهالموضوع. تخيل الاستاذ عم يشرح ل 30 و40 تلميذ على في فويس واتساب. طيب ستيف انت جربتها يعني مرقت بالتجربه لحتى عم تعطي الراي؟ اكيد شو اعطيني شو الاشياء اللي زعجتك كطالب على هون عم بحكي؟ اول ما بلشت هيدي التجربه بلشت عباره عن جروب واتساب، صار الاساتذه يتواصلوا مع الطلاب. باولها كانت بس مثل ريفيجن للاشياء اللي كانوا عم ناخذها. بس رجعت صار يعني عم يبعثوا لكم مواد وعم يتواصلوا معكم لحتى تراجعوا دروس كنتوا انتوا اخذينها. رجعت صارت عم ينشرح دروس عليها. أول فترة كان تعامل كتير يعني كتير، كانت الدرس عم يتفسر بطريقة كتير رائعة ويتفصفصفص إذا فينا نقولها. بس هلأ اختلفت الطريقة بالأخص إنه صار في تراكم كتير كبير. تراكم شو؟ دروس؟ تراكم الدروس 100%. يعني صاروا ضغط يعني صار 3 أضعاف أو 4 أضعاف الضغط عن قبل. يعني الدرس اللي كان ينشرح بالمدرسة بشهر أو جمعتين هلأ عم ينشرح بيومين وثلاثة. مبادرة وزارة التربية مع وزارة الإعلام بالتعليم على تلفزيون لبنان. هي كتير رائعة ومفيدة لحد ما. بس تحديدا هي عم تكون بس للطلاب اللي عندهم شهادات رسمية. صحيح. أوكي. سو اللي ما عندهم تقديم رسمي شو مصيرهم؟ أو حتى اللي عندهم تقديم شو الآلية اللي بدها تتبع لحتى هول الطلاب يقدموا؟ بس هذه أشياء رح يعلن عنها يعني عم بتم متابعتها ستيف يعني، وحكي وزير التربية بحول هذا الموضوع يعني على الأكيد. هلأ في موضوع تأجيل تواريخ، في هلأ على الأقل اللي معروف أنه في تأجيل تواريخ التقديم.
100%. نعم. بس لأمتى هذا التأجيل بده يصير؟ وبالأخص بتعرف إنه الجامعات أنت ببلش تسجيل صحيح، وهذا كله لازم يتاخد بس بعين ما بتعتقد الاعتبار. إنه هيدا الشيء كمان الجامعات رح تاخده بعين الاعتبار؟ أكيد المفروض نعم. تاخده الجامعات، بس تخيل مثلا العام الدراسي مثلا نحن هلا مش عارفين مصيرنا. نعم. يعني يمكن أنت مثلا بأي، أنت بالجامعة حاليا بأي؟ لا أنا بمعهد. نعم. معهد مهني. نعم. 100%. نعم. غير هيك التعليم المهني هيك نعم. سبيشل. إذا الطالب ما اشتغل وما عمل براكتس ما حيفوت معلومة دراسة. التطبيق يعني الجهة التطبيقية. الشغل يعني. العملي. نعم. فكيف هذا الطالب بده ما ينظلم؟ لخص الوزير قال إنه نحن ما حنظلم ولا طالب. طب يا معالي الوزير هول الطلاب اللي عم ينظلموا ليش ما عم تشوفهم؟ جربتوا تتواصلوا مع وزارة التربية تطلبوا موعد؟ يعني هاي الهواجس اللي انت هلأ عم تحكيها باسم المجموعات كلها اللي عم تحكي مزبوط. عنها، جربتوا تتواصلوا مع الجهات المعنية تحكوا تتناقشوا بهالموضوع؟ جربنا حتى طلعنا ولفتنا النظر على كم موضوع ببرنامج صار الوقت وقت طلعت المقابلة مع الوزير. بس كل جوابه كان عم نجرب، رح نحاول، رح نعمل، رح نساوي. بس الفكرة وين؟ انه عم يعمل سيناريوهات، احنا مش مسرحية. اذا ما زبط هذا بنجرب هذا. يعني بالنهاية يعني ما حيخاف على مصلحتنا قد ما نحن خايفين عليها. نعم. انا معك انه في شغلات بتصير مرات بلبنان هي على سبيل تجربة، يعني بنعمل هاي ونشوف اذا زبطت، لانه مش في اوقات بهيك اوقات. ايه ما انا معك، بس خليني كفي لك الفكره. يعني انا معك انه نحن بلبنان عندنا كتير جوانب طوارئ اذا بدك، نحن مش جاهزين لها. يعني بتوقع الشغله بنصير منجرب، هيدا انا معك بهيدي الفكره. بس اليوم لما عم نطرح انه نحن مش جاهزين ومش مؤهلين، وحتى يمكن الوزير قال انه نحن عم نجرب، وقال انه يمكن يكون في نواقص بمطارح معينه، انا بدي معك ناقش البديل. يعني اليوم برأيكم شو هو البديل؟ لا افترض انه بدنا نشيل موضوع التجربة وانه خلص نحن انتم لاقيين كطلاب انه هالموضوع مش مساعدكم ومش ماشي الحال وفي عندكم صعوبات، ويمكن حقكم يعني انه تحكوا عن هاي الصعوبات وفي كتير منطق بالاشياء اللي عم بتقولوها. بس انا اليوم اذا بدي احكي عن بديل بالنسبة لكم، شو الطرح البديل؟ تتوقف السنة الدراسية؟ ما بعرف، يرجع ينعمل شيء اذا تحسن الوضع بالصيفية؟ يعني في صيغة بديل انتم فكرين فيها؟ اوكي، نحن البديل اللي توصلنا له يلي هو الانسب لهالازمه اللي احنا فيها او هالحاله الاستثنائيه اللي احنا فيها، هو اعطاء الافادات لكل الطلاب، رغم انه نحن مش من مسؤوليتنا نلاقي الحلول، مسؤوليتنا نحن نعرض المشاكل والوزاره هي اللي تلاقي حلول. صحيح، بالمبدا هيك. ايه بس ما بيمنع انه تتشاركوا الافكار كمان. اكيد اكيد، بس هذا حل بده يتاخذ بعين الاعتبار مفروض من حضره صحيح. الوزير. صحيح اكيد. يلي هو الافادات، تنعطى افادات لهالسنه للطلاب الرسمي وشهادات، كمان افادات للطلاب العادي يعني اللي ما عندهم تقديم. طيب خليني انا اكون الصوت الثاني، لان الوزير جاوب على هيدي الناحيه وقال انه كل الاوقات السنوات اللي انعطت فيها افادات كانت السنه الدراسيه خلصت او تكاد. أوكي. وصار شيء يعني ما قدروا عملوا الامتحانات الرسميه. شو رايك بهذا الطرح؟ انتم قديش مخلصين مثلا من المناهج تبعكم قبل ما وقفت المدارس، علما انه كان في فتره الثوره كمان؟ مضبوط 100%. هلا كل مدرسه واصله لمرحله من التعليم تبعها. نعم. فهيدي كمان بتندرج تحت موضوع تعليم على تلفزيون لبنان، انه كل مدرسه واصله لليفل بالتدريب. بس الفكره وين؟ انت عم تحكي عن طريقه للتعويض، صح؟ نعم. صحيح. اوكي، في شيء اسمه ترشيق المناهج. نعم. هذا ترشيق المناهج بصير انه السنه الجايه العام الدراسي 2020 2021، نعم، بينعطى اول فتره منه تعويض بالاشياء الاساسيه عن العام السابق. صحيح. اللي ما اخذوها الطلاب. نعم. وبعتقد هذا الشيء صار بالاخر السنوات الحرب على ما اذكر انا، يعني مزبوط مزبوط. صار بسنه من السنين انه كمان وقفت المدرسه بفتره يعني تقريبا مثل هاي الفتره، ورجع بعدين بفترة الصيف انعمل هيك شيء كمان صغير لخلصوا مطلوب. سنة ورجعوا بلشوا بسنة تانية. 100%. ونحن هذا اللي عم نطلبه، يعني مش عم نطلب غير انه بهالأزمة نكون نحن انه مرتاحين نفسيا لحتى نقدر نواجه اي صعوبة نحن فيها. يعني نعم. ما بيكفينا ضغط انه العالم عم بتموت والعالم مريضة وما معنا في كتير عالم ما معها تاكل. صحيح. انا يمكن قادر يمكن معي، بس العالم ما انا قادرة. صحيح صحيح. طيب فلازم هذا يتاخذ بعين الاعتبار. نعم. وبلس موضوع الطلبات الحره. نعم. بعد لهلا ما التقى للطلاب يعني قدموا طلبات حره وسيله
للتسجيل المضبوط هلا بعتقد انه نوقفوا موضوع استقبال 100% علقوها الطلب. نعم صحيح للتقديم، صحيح. برغم انه في طلاب باول السنه بالوضع اللي كنا فيه اول السنه، كمان الوضع الاقتصادي كان بدايه الانهيار تبعه، ففي طلاب ما قدروا يسجلوا بالسنين تاعولهم. فهولي شو بدنا نعرف من الوزير اكيد شو مصيرهم لهالطلاب، لانه ما حكى عنهم ولا شيء. بس علق. غير هيك موضوع استقلاليه القضاء هذا موضوع ثاني هلا 100%. بس هذا من ضمن انتم همكم اذا بدك كجيل جديد او كطلاب. مضبوط 100% همنا الاساسي، لانه بلشت وقلت لك انه انا مواطن قبل ما اكون طالب. اوكي هول هن تقريبا المشاكل اللي عم نواجهها بالنسبه لموضوع التعليم عن بعد. طيب شو الخطوه التاليه عندكم؟ يعني شو رح تعملوا؟ اول شيء عم بتتابعوا يعني انتوا المجموعات اللي هاي الطلاب منضويه فيها، هلا التعليم عن بعد ماشي مفروض، بس انتوا عم بتتابعوا ولا رافضين ولا شو الوضع فعليا؟ نحن عم نتماشى مع كل شيء، يعني ستيب باي ستيب مع كل حاله عم بتصير عم نشتغل فيها. يعني في طلاب عم يتابعوا وفي طلاب ما عم يقدروا يتابعوا، بس نحن هدفنا الاساسي هو توصيل صوت الطلاب، انه نقدر يعني الطلاب بكثير مراحل معينه عم بيكونوا مهمشين، بكل شيء عم بيكونوا مهمشين الطلاب، نحن ما رح نسمح انه ولا طالب يكون مهمش، وما رح نسمح انه ينظلم اي طالب، لانه نحن وهن واحد، وجعنا واحد. شو الخطوه التاليه؟ في خطوه تاليه، في ضغط اكثر انكم تلتقوا بالجهات المعنيه بوزاره التربيه مثلا، مفكرين بشيء؟ عم نجرب قد ما نقدر نتواصل معهم، وبلشنا بهالموضوع عم نتابعه لحتى نتواصل معهم ونشوف نحن وياهم الآليات اللي لازم نشتغل عليها. في عندي تعليق على صفحة صوت كل لبنان لايف على اللايف ستريمينج للحلقة من لارا مكحل، بتقول ما بدنا ننسى انه ما حدا مرق قد ما مرق في الطالب هالسنة، ثورة، حرايق، كورونا، وما معنى ومية شغلة لازم نفكر بكل شيء مش بس لمستوى معين. اوكي مزبوط. يعني عم تحكي عن كل الضغوط اللي مرقوا فيها الطلاب او اللي مرق فيها لبنان هالسنه اوريدي نحن قد التحديات كلها. من هون عم وجه رساله للطلاب انه نحن قد التحديات كلها، وكل تحدي بيصير نحن اقوى منه، اثبتناها قبل ورح نثبتها، وكل مره ايد بايد، لانه خلصنا جماعي مش فردي. ستيف عبود انا بدي اشكرك لهالمداخله، ما بعرف اذا بتحب بعد تقول شيء حضرتك بهذا الموضوع او توجه اي رساله معينه سواء لزملائك وزميلاتك او للمعنيين بلبنان، كيف تحب تختم؟ للمعنيين بصراحه توجه كثير قصص، وجهنا لهم كثير مواضيع فيهم يفتحوا السوشيال ميديا عندهم ويشوفوا، لانه ما بعتقد صراحه في اشياء بعد تتوصل لحضرتهم. بس انا بتمنى انكم تضلكم على تواصل، يعني بالنهايه ستيف ما فينا يعني نحن حقنا نعترض، نحن كناس حقنا نعترض، بس بدنا نعرف انه نحن اليوم بعدنا بدولة وفي مسؤولين. انا مع انكم تضلكم على تواصل، حقكم تطرحوا افكاركم، حقكم كطلاب يكون عندكم هواجسكم وافكاركم، بس انا مع انكم تكفوا التواصل. اكيد عم نكفي اكيد، لانه ما حنقدر نوصل اذا بس نحن ضلينا عم نحكي. صحيح صحيح، اجباري لازم يكون في التحاور وفي تواصل معهم. بس انا بدي احكي عن موضوعين. تفضل. بدي ضوي على شغله صارت بالاذن منك. تفضل. ببرنامج صار الوقت قال الوزير انه الحكومه اجت على الفيروس وعن يعني مشاكلها صارت ضرب ثلاثه. صحيح. بس بدنا نسال انه شو السبب الشيء اللي عملته وزاره الداخليه انه كسروا خيام بالساحات، رغم انه بيعرفوا انه الساحات هن انظف محلات واكثر اشخاص عم ياخذوا وقايه هن الساحات. بس هن بحجه المرض او الفيروس عملوا هيدا الشيء لحتى يسكتونا، ونحن كطلاب وكثوار وككل شيء مش حنسكت ومش حنرضخ لهالامر. هذا الجانب الثاني من شغلكم كمان اللي عم تحكينا هلا فيه، او من اهتمامكم الوطني واللبناني. كمان يبدو لك تحيات من زملاء لك على فيسبوك كمان عم بيقولوا مكملين وعم بيقولوا مش رح نتراجع. هذا الجانب الثوري، مش رح نستسلم. اكيد كلنا ايد بايد بنكفي سوا. ستيف بس بدي وجه شغل ثاني. تفضل. شكر كثير كبير للجان اللي موجودين بهيئه التنسيق الطلابيه، لانه حطوا ثقتهم فيي. وان شاء الله اكون كنت قدام
وبدي بس وصل رسالة للجهاز الصحي، الجسم الصحي، وقال له أنه أنتوا بالخطوط الأمامية ويعطيكم ألف عافية وكلنا معكم وعملنا فيكم كبير، أنتوا المخلص الوحيد لنا بهالأزمة. أنا بدي أشكرك ستيف عبود، شكرا لمداخلتك، شكرا لثقتك أنك طلبت تعبروا عن رأيكم من خلال صوت كل لبنان، شكرا ويعطيكم ألف عافية. بذكر حضرتك ممثل هيئة التنسيق الطالبية رئيس